ولأنها واظبت على مواكبة الأحداث أولاً بأول من داخل ساحة الاعتصام ونقل كل الفعاليات التي عبر من خلالها المعتصمون عن سلمية موقفهم والتعبير عن مطالبهم المشروعة، قناة التغيير تحظى باهتمام كبير من قبل الجميع، ولدورها في تغطية الاعتصامات فإن فريقها يكرم بدرء الإبداع من قبل غرفة محامي قضاء الدغارة في الديوانية. أقدم الشكر إلى جميع القنوات الفضائية التي غطت هذه التظاهرات ونقلت معاناة جميع الناس وانقلت صورة جيدة عن التظاهرات وهمة الشعب. قناة التغيير يعني ما يعني وقفت على صورة بس نقل الأحداث السياسية ومطالب، نقلت أحداث هواية يعني منها معاناة الناس ومنها تحسين حول يعني نقل الصورة للمجتمع الدولي. محامون تحدثوا على أن التظاهر هو حق مشروع، وكما كان للإعلام دوره في نقل مظلومية البلد فأنهم بادروا أيضا إلى إعلان موقفهم المساند للمعتصمين من خلال تعليق أعمالهم داخل المحاكم العراقية لفترة معينة ودورهم في الدفاع وإطلاق سراح المعتقلين. مطالب الشعب هي مطالب بسيطة، هو الشعب يطالب بقانون انتخابات عادل، تكون نسبة الانتخاب الفردي ب100%، نحاسب القتلة ونبعد الطبقة السياسية. الحكومة العراق ما جابت للعراق الدمار من 2003 لحد هذا الوقت. أنا توكلت عن 22 موقوف كلهم أبرياء والحمد لله، وشكل كلهم طلعوا وبسلامة وما كل شيء. تعاطي المحاكم مع الموقوفين؟ موقفهم جيد، جميع المحاكم العراقية موقفهم جيد خلال التظاهرات السلمية. وتستمر التغطية والعمل على رصد وتوثيق ما يفعله المعتصمون من فعاليات مختلفة بطرق سلمية، عمل بدأنا به وبقينا نستمر على إتمامه بأن نبقى قريبين من الحدث ونقل هموم الناس إلى المعنيين بشعار الحيادية والمهنية. من الديوانية محمد حسن، قناة التغيير.